على امتداد التاريخ الإنساني تلمع أنوار تأبى أن تخبو، لأنها لمعت على الإنسانية بأبهى الأضواء فبددت أشجانها ومست أجفانها بأحلام ساحرة وهدهدت نفوسها بأنغام آسرة. ثم مضى منها من مضى من عالم الأجسام الزائل، لكن صداها خالد على الأيام والأحداث التي تمضي ثم تنسى. ومثلما تنبت هذه الأرض المعطاءة الأزاهير من بين الأشواك، فإن ذات الأرض الحبيبة الطيبة قد أنجبت أفذاذا متفردين، رجالا ونساء، صنعوا وصاغوا تاريخنا السياسية والفكرية والأدبية والفني، فخلدت أسماؤهم وصاروا أسماء في حياتنا. أهلا بك، كيف أحوالك يا أستاذ؟ ده نفس الأستوديو اللي قدمنا فيه أهل الله والرأي لكم، ما شاء الله تبارك الله. يخيل لي أنه في يعني تغييرات طبعا، يعني التكنيك والمعدات والأجهزة، لكن هو نفس المبنى. وأنت داخل شعرت بتغييرات سألتني عنها برضو التلفزيون لحد ما وصلنا للأستوديوهات. نعم نعم، يعني التلفزيون في نشأته كان يعني حاجة بسيطة ومبسطة، وكان فندق أساساً عملوه للمسرح للفرق اللي بتجي من الخارج. ونحن في التخطيط اللي أنشأنا هذا الأستوديو وبدأنا به فترة التخطيط الإعلامي في عام 70 71، ومنها وانطلقت المسيرة. في عظيم، اهلا بك. اهلا بك، مرحبا بك. تفضل تفضل. شكرا يعني لك، المزيد ان شاء الله نناقشه في برنامج اسماء في الحياه. تفضل. شكرا لك. شكرا. كيف حالك؟ اهلا بك، بارك الله فيك. شكرا. اهلا اهلا وسهلا، يا مرحبا طبعا. ده طيب، أيها الأعزاء المشاهدون، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وتحية لكم في الحلقة الثانية من برنامج أسماء في حياتنا. ونحن نواصل رحلة التوثيق مع الأستاذ الإعلامي الأستاذ حسن محمد علي، الذي عرفناه من خلال برامجه الشهيرة. وحقيقة في الحلقة اللي فاتت تحدثنا عن مواضيع هنا وهناك، تناولنا تاريخ الإذاعة، تاريخ التحاقه بالإذاعة، تناولنا حركة المجتمع، تناولنا بعضا من برامجه المعروفة في غرفة الجلوس، مع غيرها من البرامج التي سنتحدث عن المجموعة المتبقية منها في هذه الحلقة والحلقات القادمة بإذن الله تعالى. أهلا بك أستاذ حسن. مرحب أخ عمر، وسلام على السادة المشاهدين. الله يديك العافية. Thank you.
أنا حقيقة عاوز يعني في هذه الحلقة ندخل كده عن البرامج الأولى اللي أنت قدمتها بعد غرفة الجلوس. يعني كانت أو كان الإعلامي أو كان المذيع أو مقدم البرامج كان يعني يتولى تقديم أكثر من برنامج، وكان متاح له الفرصة يقدم أكثر من برنامج. على فكرة أكثر من برنامج دي ذاته برنامج، اسم برنامج. طيب كده خلينا نعرف يعني في اختصار البرامج اللي انت قدمتها في ذلك الوقت. هو يفترض أن المذيع يكون مذيع شامل. في فرق بين المذيع ومقدم البرامج. أيوة. طبعا ومقدم البرامج أن يكون له يعني من كل روض زارة ومن كل نبع قطرة. قدمت برنامج معرض الأقاليم، وكان الدافع لبرنامج معرض الأقاليم إحنا بنعتبر برامج الإذاعة اليومية زي مائدة الطعام. ماذا ينقص هذه المائدة؟ ما بنقدم برنامج كده عشوائي ساكن. فلاحظت أنه الأقاليم مبتوتة الصلة خالص، لا عندها فنانين، لا عندها أدباء، لا عندها شعراء، لا عندها حاجة، إذاعة عاصمية فقط. فنشأ هذا البرنامج بفكرة أنه يغطي الأقاليم ويتطور فيما بعد لتغطية احتياجات الإعلامية للأقاليم. معرض الأقاليم قدمته لأول مرة يوم 2/10/65، وكان البداية أنه أن إحنا بنتلقى الرسائل من الأقاليم، كل زول يكتب لنا عن مدينته أو غريته ونبزع عنها وعن معالمها والأغنيات اللي فيها وكلام شكل. اسمه كان غير كذا، كان اسمه الأقاليم تتحدث. في الفترة الأولى كان اسمه الأقاليم تتحدث. أيوة. وفي دورة من الدورات رأينا أنه يعني يكون معرض في شكل معرض للأقاليم كلها بدل تتحدث وكذا. فبعد فترة تقدمت بفكرة للأخ التاج حمد رحمه الله طيب سراه، أنه الإذاعة دي كونه تكون قاعدة قبلها كده في الاستوديوهات وتنتظر أنه يعني السماء تمطر عليها، لازم تتحرك للناس، لازم تتحرك للناس وتمشي للناس، لأنه دي مهمتها الأساسية. الأساسية. فقلت لي نبتدي بالجزيرة الودود الولود والعمود الفقري للاقتصاد السوداني، وبدأنا بالمدني، ومشى معايا الأخ حسن أبو القاسم كأوبريتر كمسجل. يعني نحيي الأستاذ حسن القاسم وهو من الفنيين. نعم. اللي بذلوا مجهود ضخم جدا في تسجيلات الإذاعة. نعم. وكان زواقة وكان يعني رجل وما زال يستحق أن نشيد به، لأنه أسهم بالكثير حقيقة. نعم. رجل فنان. نعم. كان حسن القاسم. نعم. في تسجيلات وفي أفكار. نعم. نعم. فهناك طلبنا أنه دايرين نادي الري يدونا له في الأمسيات في مدني عشان نستمع كل المواهب الموجودة. وانتشر الخبر في المدينة وبدوا الناس يتوافدوا علينا في نادي الري بالجزيرة. طبعا في الحدث الضخم الكبير اللي هو كل من محمد الفنان محمد الأمين وأبو عرك البخيت ومحمد مسكين وسناي الجزيرة وبلابل الجزيرة، وربما أكون قد غفلت بعض الأسماء لطيلة المدة. الحدث الأبرز في تلك الرحلة أنه أخونا الفنان محمد الأمين جاء في نادي الري و ضمن المتقدمين من ضمن الناس. ايوه وناس كثيرين. وبعدين حسن ابو القاسم بخد الميكروفون وانا بقعد كده على بعد مترين ثلاثه وبقعد استمع وهو بيسجل. فجاني قلت له انت شنو؟ قال لي انا فنان. طيب انت فنان؟ اي عندك شنو؟
قال لي عندي بغني بدور القلعة وعندي أغنية اسمها مسيحية. فقلت له طيب نسمعك غني لنا بدور القلعة. غنى بدور القلعة. الحقيقة أنا بعد دقيقة أو دقيقتين نسيت رقبتي. أنا منو وين بسوي في شنو؟ أخذك بصوته يعني عشت في صوت الريان والإيقاعات وعشت في جو القصيدة ذاته يا بدور القلعة وجوهرة. فانتهى أنا كنت الحقيقة زي واجم كده أو في حالة اندهاش من الموهبة والأداء و... أيوة يعني طريقة الأداء والصوت ذاته متمكن وفيه كل الطبقات وتحس بالانفعال المباشر. فخدت العود كده وجاني قريب مني قال لي يا أستاذ أنا أصلح فنان. قلت له قلت شنو؟ قال لي لا أنا ما قاصد حاجة يعني. قال ليك أنا أصلح فنان؟ أنا بصلح فنان. ده الأستاذ محمد الأمين. أي قلت له قلت شنو؟ أنت فنان؟ قال لي لا أنا يعني معليش طيب. قلت له أنت يا أخ محمد عبد الوهاب بتاع السودان. قلت لي كده؟ أي قلت لي أنت محمد عبد الوهاب. أنت محمد عبد الوهاب لكن يا أخي أنت اسمك ده تغيره محمد. كان عندنا فنان بنسجل في الإذاعة اسمه محمد الأمين برضو قبل محمد الأمين عنده أغنية أغنيتين كده واحد من الجماعة اسمه محمد الأمين. فجيت أنا أتكلم معه وقال لي لا أنا اسمي ما بغيره. قلت له طيب استمعت لي أبو عركي. أبو عركي البخيت الفنان محمد الأمين كان متبنيه ومحمد مسكين ولا سيبة مدني وجاسكن حداكة والبنيات بتاعت بلابل الجزيرة وثنائي الجزيرة وثنائي الجزيرة ثنائي الحقيبة. وكانت يعني حكاية كانت اكتشافات دي حاجة عجيبة يعني اندهاش لأول مرة ودي الناس قاعدين وما لاقين فرصة. أنا يعني بحكي لك باقي القصة موهبة يعني موهبة. طيب نعم بعد ما انتهت التسجيلات دي قالوا لي ها قلت لهم أنا عندي سهرة بتاعت الأغاليم مجموع يعني كل أسبوع بشوف اللقطات والحاجات بقدم سهرة باسم عرض الأغاليم كسهرة منوعات أو غنائية. فقلت لهم أنتوا الخميس الجاي النشرة كانت 9:30 بعد النشرة أسمعوا البر ما بين مصدق ومكذب. وجيت الإذاعة جيت لأخونا التاج حمد قلت له والله يا أخي التاج انت راجل يعني طبعا بقيت مدير الاذاعه وده منصب كبير وراقب الاذاعه وانه انت انا عندي لك شرايط يجب عليك تفرغ نفسك تستمع لي لانه عندي معك كلام. ف اليوم الاول الثاني ما سمعت اليوم الثاني قال لي ما سمعت. قلت له يا اخي انا طيب انا عاوز اقدم سهره باسماء النازل. طبعا بود اخونا محمد خوي اللي صالحين كان مدير البرامج فمشيت وديته الله يرحمه الله رحمه الله تفاصيل القصه. قال لي لا ما بنزع ما بنزع. قال لي انت سجلتها يعني فمشينا للتاج حمد محتكمين يعني. فأخونا صالحين بيقول له والله طبعا ده فيه تخريب لأسلوب الإذاعة فيه تجاوز لأنه في لجنة نصوص والحان وأصوات وأصوات وإيه و و و و إلى الآخر. وقال قضيته بأسلوبه. أنا قلت له والله يا سيد يا أخي أول حاجة أنا ما قلت دي أغاني بتاعت البرنامج العام يعني ثابتة تسجيل رسمي لها. أنا أصل مهمتي الأساسية كان مقدم برنامج للأغاني. أنا أصل مهمتي شنو؟ انا ده بعدين هو مطربين تستطلع أو وتكتشف اي نجحوا او ما نجحوا ده موضوع تاني. انا ده مهمة البرنامج بتاعي ولازم ان احنا نفتح المسألة والمسألة هي ما خرجت من كونه سهرة وكده وتطول ومرة واحدة على الاقل يعني. التايكة كان رقيق قال لي يا صالحين يا اخي بالله يعني ما يعني سهرة وكده يعني. فوزيعت وذيعت السهرة اللي فيها السهرة كل المجموعة فيها محمد الأمين وأبو عركي وعركي وثنائي وكانت المجموعة الممتازة. المفاجأة أنه صباح اليوم التالي في وقت مبكر جدا أنا كنت ساكن في حي العودة في مدرمان
قالوا ريين مليانين ناس كل الجماعة دي من مدني. ولما نجوا في الشارع كده ويهللوا ويكبروا ويسووا ويعملوا الحي كل الناس مرقوا الحاصل شنو؟ فغايتوا الناس الحي والناس كلهم جاب لي قيمات وجاب شاي وجاب لغيره ولغيره. كانت تلك بداية الانطلاقة لمحمد الأمين. ومحمد الأمين حتى يومنا هذا بيقول لي يا أخي أنا وحبيبي اللي زعل بالزيعة أنا أنت لما سجلت عليك بثلاثة جنيه وأنا عاوز حقوقي كاملة وأنا وكذا. الحقيقة دي دار حقوقه الآن كاملة. الحقيقة أنا محمد الأمين بفتكر لغاية الآن ما تفجرت فيه الإمكانيات اللي أنا بتوقعها. يعني أنا بتخيل أنه هو سمعوا الناس منه لا يعادل ربع إمكانياته اللي ممكن يكون مطرب عالمي إفريقي من السودان. وكان داير زول يتعهده ويتعهد الفرقة بتاعته ويعمل له الأغاني الحديثة والراقصة ويغزو بها العالم الآخر.